هل يجوز لي أن أنكح زوجة عمي إذا طلقها وكذلك زوجة خالي؟ مش المانع، لا ما في مانع أنك تزوج زوجة عمك إذا طلقها أو زوجة خالك أو زوجة أخيك أقرب، ما في مانع. الممنوع أنك تزوج زوجة أبيك أو زوجة ابنك، هذا الممنوع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الناس أو زوجة جدك من قبل الأب أو من قبل الأم ما يجوز لك، أما غير عمودي النسب لا بأس. نعم.